الآيات ما فيش فايدة. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا، وكانت في الأصل أسماء لأناس صالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما علم نبي الله نوح أنه لا فائدة، دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ودعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ونجى الله نوحا والمؤمنين معه، وما آمن معه إلا قليل، وأهلك قوم نوح بالطوفان. وجاء بعد قوم نوح قوم عاد، فعبدوا آلهة باطلة مكذوبة أخرى، فأرسل الله إليهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فصمموا على كفرهم وشركهم، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة. قال الله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. ثم جاء من بعد قوم عاد قوم ثمود، فأرسل الله عز وجل إليهم صالحة، فأصروا على شركهم وكفرهم، فأهلكهم الله تبارك وتعالى كما ذكرت الآية آنفة. وجاء من بعد قوم ثمود قوم إبراهيم، فعبدوا الأصنام والأقمار والكواكب والشمس والنجوم، فبعث الله إليهم إبراهيم فدعاهم إلى التوحيد: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: يا قوم، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وشاء الله أن يبعث كل الأنبياء والرسل من ذرية إبراهيم، من نسل إسحاق لبني إسرائيل، ومن نسل إسماعيل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم جاء من بعد قوم إبراهيم بنو إسرائيل، فعبد أولهم العجل الذي حرقه نبي الله موسى ونبي الله هارون، وعبد آخر بني إسرائيل العزير من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى أرض الجزيرة العربية على يد رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، قبحه الله. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه أي أمعاءه، كان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ثم بعد ذلك نصبت الأصنام حول بيت الله الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بلغت 360 صنمة حول بيت الله الحرام، وكانوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى التوحيد وإلى نبذ هذا الشرك، فاجتمعوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ومن الله على المصطفى وعلى الموحدين معه بالتوحيد وبالثبات وبالنصر والتمكين، حتى عاد مكة فاتحة مطهرا لبيت الله من هذه الأوثان والأصنام التي عبدت من دون الله جل وعلا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال ربنا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم انتشر بعد ذلك الشرك، ولا حول ولا قوة
قوة إلا بالله، وأخذ صورا كثيرة تتعدى صور الأصنام والأحجار. فهناك الآن آلهة تعبد في الأرض من دون الله، يعبد الهوى، يعبد المال، تعبد الأشخاص، يعبد الأشخاص، تعبد الكراسي، تعبد الأيديولوجيات، تعبد الأنظمة، تعبد آلهة، حتى الفئران تعبد، حتى الفئران تعبد، ولا حتى الأبقار تعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذه قصة الشرك، وهذه رحلة الشرك، وهذه دعوة النبي المصطفى إلى التوحيد. وأرى في عجالة، في دقائق معدودات، والوقت يجري جدا، كما أتعبت قلوبكم بالحديث عن الشرك أن أريحها بالحديث عن التوحيد، وأقول بأنها الخطوة العملية، إن التوحيد الخطوة العملية الأولى على طريق التمكين والنصر والسعادة والقيادة. هذه أول جرعة دواء أصرفها لأمة الحبيبة أن تحقق التوحيد. وأقول لا نصرة ولا عزة ولا استخلاف ولا تمكين ولا قدس ولا عراق ولا 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 إلا إذا حققت الأمة التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله، ورددت مع الموحدين الصادقين السابقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأي جهد يبذل للأمة قبل أن تحقق التوحيد كاملا شاملا صافيا نقيا، إنما هو جهد ضائع لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، شأنها كشأن جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فتعجب العقلاء وقالوا: ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني، يكفيني صراخها. فالأمة تصرخ وتهتف بحناجر ملتهبة، وترفع الرايات، وتحرق الماكتات، وتخرج في المحافل والمظاهرات، وتجلس في المؤتمرات. كل هذا لن يغير من الواقع شيئا إلا إذا حققت الأمة التوحيد على مراد الله، ونبذت الشرك بكل أشكاله وصوره وألوانه. يا أمة التوحيد، ما أحوجنا إلى تحقيق التوحيد. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص الله، سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر عليه 99 سجلة، السجل مثل مد البصر. ويقول الله تبارك وتعالى للعبد: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: أفلك عذر؟ فيقول العبد: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول العبد: يا رب، وما هذه البطاقة؟ في هذه السجلات. فيقول الله جل وعلا: أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال الحبيب: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإن إنه لا يثقل مع اسم الله شيء. إنه التوحيد، إنه الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. هيا يا أمة التوحيد إلى التوحيد بشموله وكماله. وأختم بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هيا إلى التوحيد، ما أحوجنا إلى التوحيد بشموله وكماله، بصفائه ونقائه. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. والإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة
كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. بعد هذه الخطوة تعالوا بنا لنواصل المسير في هذا البستان الجارح الذي أسأل الله أن يجعل نهايته وخاتمته فرحا وسعادة وتمكينا ونصرا وعزا ونجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا